الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإقامة تجمعات سكنية مخططة في عواصم المحافظات. الاتحاد الأوروبي يعلن اتخاذ إجراءات قضائية ضد بريطانيا ويتهمها بخرق بنود اتفاق بريكزيت. نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء للشيخ نواف الصباح ولأعضاء الأسرة الحاكمة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بأمير الكويت الشيخ نواف الجابر الصباح عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. من جانبه أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير لللفتة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين. مواقف أخوية تركت بصمات بارزة في العلاقات المصرية الكويتية على مدار عقود ازدادت رسوخا ومتانة خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد. علاقات استراتيجية متميزة جمعت بين مصر والكويت على مدار عقود ازدادت رسوخا ومتانة تحت رعاية أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي لم يتوانى عن دعم مصر في كافة المجالات والمواقف الإقليمية والدولية. فعلى المستوى السياسي ساند أمير الكويت خيار الشعب المصري إبان ثورة 25 من يناير، كما دعم خطوات المسار الذي ارتبط بثورة 30 من يونيو، وأعلن وقتها تقديم حزمة مساعدات اقتصادية عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، أعقب ذلك عدد من الزيارات المتبادلة
التي أكدت مساندة الكويت التامة لمصر. أمير الكويت كان أيضاً على رأس المهنئين للرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل التنصيب الذي أقيم بمناسبة انتخابه رئيساً لمصر. وفي مارس عام 2015 شارك أمير الكويت في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والذي شهد تقديم حزمة مساعدات واستثمارات جديدة لمصر، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها مع الصندوق الكويتي للتنمية. وفي أغسطس من العام نفسه كان الشيخ صباح أيضاً أول الحاضرين لاحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، وأعقب ذلك إعلان عدد من الشركات الكويتية عزمها على المشاركة في مشروعات محور تنمية قناة السويس. أمير الكويت دعم مصر أيضاً في حربها على الإرهاب، إذ أكد أن قوة واستقرار مصر قوة للعرب، وأعلن دعمه لمصر وخطواتها نحو الاستقرار، كما أكد ثقته في قدرة الرئيس السيسي على قيادة مصر نحو استعادة دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، لما تمثله من أهمية كبيرة للأمة العربية وفي الدفاع عن قضاياها. كما أكد أمير الكويت وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون مصالحها ويحفظ حقوقها المائية، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري في مارس الماضي. مصر والكويت تاريخ حافل ومثمر، وعلاقة نموذجية في جميع المجالات، ساهم في تعزيزها أمير الكويت الراحل، لتفقد الأمة العربية قائدا حكيما حمل الخير والسلام للجميع. وداعا أمير الإنسانية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تجمعات سكنية مخططة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على غرار نموذج مشروعي الأسمرات وبشائر الخير. في هذا الإطار قرر رئيس الوزراء وضع هذا المشروع تحت إشرافه المباشر لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة وسرعة التنفيذ. كما وجه مدبولي بسرعة إعداد عرض موحد يتضمن كل القطع المقترحة، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم وبدء التنفيذ. من جانب آخر، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مخطط تطوير بحيرة الفسطاط والمنطقة المحيطة بها. في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير منطقة القاهرة التاريخية. هذا وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى شركة الكراكات المصرية بالبدء في أعمال تكريك بحيرة الفسطاط، وأن يتولى استشاري المشروع إعداد برنامج العمل والرسومات التنفيذية للمشروع والبدء في تنفيذه على الفور. هذا وعقد أيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. في ختام الاجتماع وافق رئيس الوزراء على التوصية بانعقاد اللجنة العامة للمجلس الوطني لتغير المناخ، واللجنة الوزارية الخاصة بتطوير قطاع البيئة، والموافقة على تشكيل عدد من اللجان للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالمخلفات الطبية وما يتعلق بتطوير محمية سانت كاترين، وكذلك ما يتعلق بقانون التنمية الصناعية والتفتيش على المصانع. كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بعدم طرح أي فرص استثمارية لمصانع تدوير المخلفات إلا بعد التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة التنمية المحلية. كما وافق رئيس الوزراء أيضا على المقترح الخاص بعقد اجتماع مع المستثمرين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب الإعلان عن خطة الدولة للتعافي الأخضر، والتي تتضمن تطبيق معايير الاستدامة البيئية في خطة الدولة الاقتصادية وطرح الصناديق الخضراء وكذلك استراتيجية البيئة الجديدة. هذا وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر. ووفقا لقرار رئيس الوزراء، فقد تقرر منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر لعام 2020.
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها الذي من المرجح أن يفلت من الركود خلال عام 2020، مدعوم جزئيا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات. وأوضح البنك أن من المرجح حدوث انكماش إجمالية عبر الاقتصاديات التي يعمل بها بنسبة 3.9% هذا العام، مع العودة إلى النمو في العام المقبل بنسبة 3.6%، متراجعا بذلك عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا المستجد لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق. إنجازات ملموسة في ملف الحماية الاجتماعية على مدار 6 سنوات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنوعت ما بين صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية مثل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي. نتابع. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن إطلاق 70 قافلة طبية مجانية بدءا من اليوم وحتى منتصف شهر أكتوبر الجاري بجميع محافظات الجمهورية. تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
هذا وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام أن القوافي لا تضم كافة التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كافة الأدوية، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. تواصل الدولة جهودها لدعم الغارمات، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة سجون بلا غارمات للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. تابع وزيرا النقل والتنمية المحلية معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات والإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية للمشروع، والتي تشمل 27 محافظة بتكلفة تبلغ 5 مليارات و400 مليون جنيه. وأكد وزير النقل كامل الوزير أهمية تكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية والتوسع في استخدام المعدات الحديثة. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن هذا المشروع سيكون له أكبر أثر في تحسين جودة الحياة اليومية خاصة لسكان القرى ورفع المعاناة عنهم. من جانب آخر، بحث وزير النقل كامل الوزير مع مسؤولي البنك الدولي سبل تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة الجيزة بني سويف للسكك الحديدية. وخلال اللقاء تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل المشروع. وأكد وزير النقل على أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل وعلى رأسها قطاع السكك الحديدية، الذي وضعت خطة لتطويره وتحقيق طفرة كبيرة به منذ اليوم الأول لتولي حقيبة وزارة النقل، مشيدا بالدور الكبير للبنك الدولي في دعم المشروعات الخدمية في مصر. طفرة ونتائج متميزة حققها قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة، حيث حظي بنصيب كبير من الاهتمام من جانب الدولة ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل. Thank you.
شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود نفذته إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية، ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بالنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقات الشبحية المصرية تحيا مصر والغواصة المصرية الحديثة من طراز 1400-209 مع الفرقات الفرنسية لاتوش ترافل ضمن تدريب مهام تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلا، وتدريبات الحرب الإلكترونية والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك تدريب على تشكيلة الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية. هذا وقد اشتمل التدريب أيضا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة، وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار. وقد أظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم. تأتي تلك التدريبات في إطار دعم التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط. افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. يستمر المعرض حتى 10 من شهر أكتوبر الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، والذي يأتي تزامنا مع الاحتفالات 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. يضم المعرض أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساندة جمهورية السودان الشقيقة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التي تضررت منها، أقلعت طائرتان نقرا عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الخرطوم الدولي بالسودان في رحلتها الثانية، وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من مصر إلى السودان الشقيقة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم الأخيرة. من جانبهم أكد المسؤولون السودانيون عن عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين. عقد اجتماع تنسيقي لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر للانتخابات البرلمانية والتي تضم عددا من الأحزاب والأطياف السياسية، وحضره عدد من مرشحي القائمة وذلك بمقر ائتلاف دعم مصر. كاميرا إكسترا نيوز التقت عددا من المرشحين على هامش هذا اللقاء، نتابع. احنا في القائمة الوطنية من أجل مصر طبعا كان لازم ان يبقى في تنوع سياسي بيجمع موالاة وبيجمع معارضة. بنعتقد انه ده حدث مهم لانه لاول مرة يبقى في تحالف انتخابي بالحجم ده 13 كيان، 12 حزب زائد تنسيقية الأحزاب. ال 12 حزب دول فيهم موالاة وفيهم معارضة، فيهم زي المصر الديمقراطي الاجتماعي، فيهم الإصلاح والتنمية وهكذا. وعلي ده كان مهم جدا للمواطن انه يبقى شايف انه يبقى في تحالف كبير من مجموعة أحزاب مهما اختلفت في بعض الرؤى أو في الأيديولوجيات تقدر انها تقف جنب بعض علشان تصل إلى البرلمان. يعني أنا شايفة إن مدينا ارتياح كبير جدا جدا، وتمثيل كل الأحزاب في هذه القوائم، سواء إن هو مرشح من طرفه رجل أو امرأة أو معاق أو أي فئة، فشايفين التمثيل من الأحزاب هيدي تنوع كمان في الأفكار السياسية والأهداف، وبالتالي يعني هنحس أو كلنا فشعارين إن فعلا في نوع من الديمقراطية في تنوع الأفكار بتاعتنا كلها.
الدولة. طبعا لما يبقى عندك قائمة موجود فيها مجموعة من الأحزاب والشخصيات السياسية من أرضيات مختلفة، من أفكار وأيديولوجيات مختلفة، ده بيعكس حالة التنوع، وغير أنه بيعكس حالة التنوع كمان بيقول أن احنا نقدر نتحاور مع بعض، وأنه منطقي جدا أن النهاردة يبقى موجود أحزاب مؤيدة داخل القائمة وأحزاب معارضة، بالإضافة كمان لشخصيات متنوعة. ده مش بس بيدي إساءة للحياة السياسية، لا ده كمان بيقول للمواطن أن جميع الآراء ممثلة، وأن هو صوته لما هيدي صوته للقائمة الوطنية هو مش بس هنا بيختار نائب واحد، لا هو بيختار كمان أصوات كتير هتمثله. يعني إذا كان يسار هيلاقي مرشح يسار، إذا كان مؤيد هيلاقي مرشح مؤيد، إذا كان ليبرالي هيلاقي مرشح يعبر عن الأيديولوجي بتاعته في الآخر. في تعددية حزبية في القائمة الوطنية، ده بيؤدي إلى مشاركة الأحزاب الكثيرة، كل حزب بيبقى فيه تنافس ما بينه وما بين الأحزاب الأخرى، ولكن سياسة الحزب الواحد بتكون بتعطي انطباع سيء للمواطن. ولكن هي القائمة الوطنية، القائمة الوطنية عبارة عن تآلف للأحزاب كثيرة، هذه الأحزاب بتدفع بالكوادر بتاعتها وهي اللي بترشح الكوادر لكي تمثلها في القائمة الوطنية. احنا 12 حزب مع بعض، ال 12 حزب دول قعدوا على ترابيزة واحدة واتفقوا على كلام واحد، وان شاء الله بإذن الله ده هيفيد الأحزاب كتير قوي، التفاهم اللي ما بينهم وبين بعض، وكل الأحزاب خدت مقاعد ومتفقين عليهم، وده يجيب نتيجة كويسة جدا في الانتخابات ويكون لنا نصيب في النجاح إن شاء الله. أكيد تعدد الرؤى دي هيفيد المجلس القادم إن شاء الله، ودي كانت خطوة ممتازة فعلا من الائتلاف إنه قدر يجمع الأحزاب ديت في قائمة واحدة، ودي خطوة إن شاء الله هتقوي الأحزاب وهتقوي الحياة السياسية في مصر. إسراء للحياة السياسية في مصر، تمثيل فعلي لجميع طوائف الشعب وجميع الاتجاهات السياسية والآراء السياسية المختلفة حتى وإن كان فيها بعض التعارض، فده بيؤدي أو بيؤكد على ضرورة التمثيل الفعلي إنه يبقى جامع بين جميع طوائف الشعب. التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية والتجارة المجرية بيتر سيارتو بمقر الوزارة في القاهرة. بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية والرؤى المشتركة للبلدين في مختلف القضايا الإقليمية. وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد شكري أنه تم بحث الأوضاع الإقليمية والتطورات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المجر تتفهم التحديات التي تواجه مصر وتساهم في دفع الاتحاد الأوروبي لتفاهم تلك التحديات. استعرضنا مع معالي الوزير سبل التعاون الأخرى التي قد تدفع بالعلاقات إلى مستويات أرفع. تحدثنا أيضا في مجمل العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا وثقافيا. تقدمت بالشكر على المنح الدراسية التي تقدمها المجهر، أكثر من 100 منحة دراسية، وأهمية استمرار الاستفادة من هذا وزيادة عدد المنح في ضوء الإقبال الواسع من قبل الشباب المصري للاستفادة من النظم التعليمية المتقدمة في المغرب. أيضا هناك مجالات للتعاون في إطار المنطقة الاقتصادية، بحثنا أيضا فرص زيادة الاستثمارات المجرية وتنفيذ للمشروع الضخم لتحديث سكك الحديد مصر بالتعاون مع المجر وروسيا في إطار عربيات سكك الحديد كنموذج لما نستطيع أن نقدم عليه من مجالات التعاون. بحثنا أيضا الأوضاع الإقليمية، علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي والدعم الذي التفاهم الذي تبديه دائما المجر للأوضاع في مصر واستمرار دعم مسيرة مصر الإصلاحية في كافة المجالات. وخلال المؤتمر الصحفي أيضا أكد شكري على توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر والمجر في مجالي النفط والغاز، والأخرى في مجال التعليم بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين. يعني طبعا مجال الطاقة والغاز مجال مهم بالنسبة لمصر باعتبارها دولة الآن بتتزايد اكتشافات الغاز، لديها البنية الأساسية المرتبطة بالتسييل، بتدخل في إطار إقامة المنتدى
شرق المتوسط للغاز والأفاق التي يتم فتحها من خلال هذا المنتدى في إطار التعاون الإقليمي في سواء الاستكشاف أو الإنتاج أو التصدير لهذا المنتج الهام للمجر دولة في طريق العبور لخطوط الإمداد إلى أوروبا بتسعى لتنويع مصادر الواردات الطاقة لديها وترى في مصر شريك مضمون آمن تربطه بعلاقات قوية تستطيع أن توسع من تعاونها معه في هذا المجال. الاتفاق الذي تم توقيعه هو يفتح مجالات التعاون والتواصل بين الأجهزة الفنية في البلدين لاستكشاف فرص التعاون، فرص الاستثمارية، كيفية الاستفادة المشتركة وتحقيق المصلحة المشتركة. المدارس وللمرأة بشكل عام أننا نؤكد على أهمية الابتكار في التكنولوجيا، وكذلك فإن حكومتي قد أكدت على الأولوية بالنسبة لتكريس دور المرأة والفتاة وتطوير المهارات لديهم للمساهمة في أجندة التنمية الوطنية، وأننا نيسر كذلك مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال دور إيجابي في أو على مستوى القيادات. إن زيمبابوي ما فتئت تلتزم تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، ونطوق للتفاعل مع الكثير من الشركاء لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. شكرا. رئيس جمهورية زيمبابوي على بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمعية العامة، السيد سكرتير عام الأمم المتحدة، السيدات والسادة، إن احتفالنا اليوم بمرور 25 عاما على اعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد تتويجا للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالمرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى المستوى الوطني استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، وكانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير الحماية لها، كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة، بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز، مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة. وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية، من بينها
ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى 25%، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة، ومن بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي. كما تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها. وتستضيف مصر حالياً مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، كما تتشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة. وسيعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك. وستترأس مصر أيضاً مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين. السيدات والسادة، تؤكد مصر أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في مفاوضات السلام وبناء السلام، وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن. فقد شاركت مصر بفاعلية في صياغة الاستراتيجية الإقليمية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار جامعة الدول العربية، لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية، ومن أهمها العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة. كما أعلنت مصر في مايو 2019 عن البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، ليكون ذلك تتويجاً لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام. السيد الرئيس، ختاماً، فإن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة. ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها. وبما يتفق مع جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأدعو الجميع من موقعي هذا إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فاعلية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين. وشكرا.
إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، حيث قال السيد الرئيس إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية، وأن مصر استطاعت أن تخطو خطى ثابتة في تحقيق المساواة بين الجنسين، واتخذت خطوات كبيرة لتمكين المرأة سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وقامت بتوفير الحماية الكاملة لها. وكان هناك ارتفاع في نسبة التمثيل للمرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%. ثم تحدث السيد الرئيس عن العديد والعديد من الخطوات التي قامت بها مصر في هذا الصدد، وقال أن مصر تدرك أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام، وأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي عناصر تمثل ركائز أساسية لتحقيق النهضة والتنمية المستدامة في أي من الدول. كان مشاهدينا هذا ملخص سريع لما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة. عودة لاستكمال هذه النشرة مرة أخرى، حيث استضافت القاهرة بمقر وزارة الخارجية جولة للمشاورات السياسية بين مصر والبرتغال عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة السفيرة الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفيرة مادلينا فيشر مدير عام السياسات الخارجية بوزارة الخارجية البرتغالية. تناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية. أكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية للمستوى المأمول، كما تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في مجالات النقل البحري والتجارة والتعليم العالي والثقافة والشباب. وجه وزير الداخلية محمود توفيق بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لطفلة مصابة بورم نادر في الرقبة وإجراء عملية جراحية لوالدها بمستشفى الشرطة، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد ومن منطلق الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل، طفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عاما وشهرين أصابها ورما نادرا في الرقبة. وفي لفتة إنسانية سريعة استجابت وزارة الداخلية لطلب أهلها لتقديم الدعم والمساعدة لها. أشكر سيادة رئيس الجمهورية وأشكر سيادة وزير الداخلية والوزارة، لأن هم الناس الوحيدين اللي وقفوا جنبي وجنب بنتي، وبتمنى من ربنا بنتي تشفى. توجهت مأمورية من قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج لاصطحابها من منزلها بسوهاج. وبمقر قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تم استقبالها وعرضها على الأطباء المتخصصين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة حالتها وصرف الأدوية اللازمة. وأنا أؤكد للجميع أن إن شاء الله إن شاء الله الفريق الطبي هنقدر ناخد البنت دي لبر الأمان وهتشفى شفاء تام. وبعد فترة من جلسات العلاج والمتابعة للحالة تم إعادة عرضها على الأطباء لتقييم الوضع الطبي لها، مع تحمل الوزارة لكافة نفقات علاجها. لما نظرنا الحالة النهاردة الحمد لله في تحسن كبير بالنسبة للبنت مع مضادات بيتا، وده أحد أنواع العلاج اللي بتاخد بالفم. في حصل ضمور نسبي لهذا الورم الدموي أو الوحمة الدموية، وبالتالي هنعمل متابعة لهذه البنت. في تحسن ملحوظ جدا الحمد لله عن طريق المتابعة الدورية والفحوصات اللي تمت في المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وبإذن الله احنا هنعمل الفحوصات بصفة دورية. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة.
مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. لم يقتصر الأمر على تقديم المساندة والدعم للطفلة، بل استجابت الوزارة لطلب والدها لإجراء عملية جراحية له بمستشفى الشرطة بأسيوط، حيث تم إجراء العملية الجراحية له وتقديم الرعاية اللازمة إلى أن تماثل للشفاء. الناس هنا يعني قايمين معانا بأكبر وجه، من إشاعات لتحليل لفحوصات لرعاية لإقامة. وتأتي تلك المساعدة في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم والمساندة لهم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 577 لسنة 2020 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد. جاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية: يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأحد الأول من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافقة 18 من أكتوبر لسنة 2020 ميلادية. اختتمت فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين أطلقتهما المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة لعدد 23 إماما وداعية من دول البلقان و60 إماما وداعيا من دولة تايلاند عبر الفيديو كونفرنس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة إن هذه الدورة لأئمة البلقان هي الأولى، وأن المنظمة تأمل أن تكون بمثابة انطلاقة لمزيد من التعاون والترابط بين دول البلقان والأزهر الشريف، وأوصى المتدربين بالتواصل مع المنظمة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول القضايا المختلفة. كشفت دراسة بريطانية عن حجم الدعم القطري المقدم لتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث كشفت الدراسة أن قطر قدمت أكثر من 37 مليون استرليني إلى التنظيم في لندن خلال السنوات الأخيرة، كما منحت مؤسسة تابعة للشيخة موزة والدة تميم كانت تمنح الإخواني طارق رمضان المتهم بالاغتصاب والتحرش راتب شهري قدره 35 ألف يورو. وذكرت الدراسة الصادرة عن المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كينغز لندن بعنوان الحركة الإسلامية في بريطانيا أن أموال الدوحة تتدفق عبر مؤسسة قطر الخيرية إلى هيئات مقرها بريطانيا وأماكن أخرى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد مصطفى أمين الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. أستاذ مصطفى أرحب بك. أهلا بحضرتك وأستاذي المشاهدين. كيف ترى استمرار الدعم القطري لجماعة الإخوان الإرهابية في ما يتعلق بالإرهاب تحديدا ودعمها للإرهاب بما فيها أوروبا؟ في الحقيقة الدعم القطري له امتدادات تاريخية عند جماعة الإخوان تحديدا قطر كجهة ممول للرئيس لمعظم الأنشطة اللي بتقوم بها الجماعة في الخارج وخاصة في أوروبا، وكان في أكثر من مؤسسة بيتم يعني النفوذ من خلالها بهذه الأموال للتنظيم الدولي. بريطانيا تحديدا لها طبيعة خاصة، لها مقر موجود للتنظيم الدولي أو لجمعيات تابعة للتنظيم، كان بيشتغل من خلالها أو بيعمل من خلالها إبراهيم منير، وأيضا كان في أماكن أخرى في أوروبا ودول أخرى زي سويسرا وغيرها اللي كان بيعمل من خلالها يوسف ندى. فالامتداد والتمويل القطري ده امر مستمر لجماعه الاخوان،
قطر بتعتبر جماعة الإخوان أحد أزرعها الرئيسية للتمجد في العالم العربي والإسلامي، وبتستفيد من أزرع التنظيم وتشكيلاته وتكويناته في دول عربية وإسلامية عدة لإيصال محاولة السيطرة والهيمنة اللي اعتقد النظام القطري في وقت من الأوقات إن هو ربما يستطيع النفوذ من خلالها إلى مخدرات هذه الدول والسيطرة على الحالة السياسية فيها. هذا الأمر امتداداته قديمة ومستمرة. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا، وصلت الصورة، كنت ضيفي عبر الهاتف سيد مصطفى أمين الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، شكرا لك. أعلن الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قضائية ضد حكومة المملكة المتحدة لخرقها بنود اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي بريكزيت. وقالت أورسولا فوندير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنه تم توجيه إخطار رسمي للندن بشأن مشروع قانون السوق الداخلية الذي يعترف الوزراء بمخالفته القانون الدولي. كان النواب البريطانيون قد وافقوا على مشروع طرحته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون يمثل تراجعا جزئيا عن اتفاقية بريكزيت، ما أثار غضب الأوروبيين. كشفت القناة الأولى الألمانية في تحقيق لها اليوم عن مجموعة دردشة عنصرية مكونة من 25 شرطيا على أحد تطبيقات التواصل في العاصمة الألمانية برلين. أوضحت القناة في بحثها أن المحادثات كشفت عن محتوى عنصري في صفوف القوات شرطة العاصمة، يصف المسلمين بأنهم ثقافة متعصبة ويساوي بين اللاجئين والمغتصبين والفئران، ويطلقون على النازيين الجدد حلفاء محتملين. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة وإبقائها مستمرة حتى شهر ديسمبر القادم. سوف يمدد مشروع القانون مستويات التمويل الحكومي حتى 11 من ديسمبر بعد شهر من الانتخابات، ويضمن القانون أن الحكومة الأمريكية لن تخضع لإغلاق خلال جائحة كورونا، وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية للعام الجاري في 3 نوفمبر القادم كما هو مخطط. نهاية هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة تجمعات سكنية مخططة في عواصم المحافظات. الاتحاد الأوروبي يعلن اتخاذ إجراءات قضائية ضد بريطانيا ويتهمها بخرق بنود اتفاق بريكزيت. في نهاية هذه النشرة، نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 رأسي. برفقتنا دائماً.